الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة، الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. في هذا البرنامج الصيام جنة سنتحدث اليوم على موضوع أو أمر هام جدا يتعلق بالصيام، وهو حفظ اللسان خاصة في هذا الشهر. وحفظ اللسان كالعادة سنقدم لكم ما يتعلق بهذا الموضوع مع الشيخ رضا الخلادي جامع خطيب بجامع الحنفية، والشيخ الشادي العزعوزي إمام خطيب بجامع اللطيف، ومخاطبكم خليفة ميراوي إمام خطيب بجامع عبد الرحمن بن عوف. فالشيخ رضا، مرحبا بك. مرحبا بك شيخ خليفة، بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يوفقنا ويعاوننا، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ومن كل المستمعين. أمين، اللهم أمين يا رب، أمين يا رب العالمين. الشيخ الشادي مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا يا خليفة، مرحبا يا رضا، مرحبا الأخوة المستمعين. تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، أمين يا رب العالمين. الله تعالى خلق الإنسان فأحسن خلقه، خلق له عينين يبصر بهما، وأذنين يسمع بهما، ويدين يبطش بهما، ورجلين يمشي بهما. خلق له أجهزة داخلية تعمل ليلا نهارا لا تتوقف، لتعطيه القوة والحياة بإذن ربها. والكشوفات في جسم الإنسان عجيبة، أبهرت عقول الأطباء والحكماء والعلماء، فأيقنوا أن الصانع والخالق لا يكون سوى الله. ثم رعى الإنسان منذ خلقه في بطن أمه إلى أن جاء إلى الدنيا صغيرا لا يقدر على شيء عاجزا، فأمده بعد ذلك بالصحة والسمع والبصر والقوة، وسخر له ما في هذا الكون، وأعطاه ما يحتاجه ومكنه في الأرض. يقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من هذه الأعضاء عضو صغير وخطير ونشيط وسريع الحركة، وهو اللسان. واللسان نعمة، يكفي للإنسان أن يتصور أنه لا يقدر على الكلام، فكيف سيعبر عن حاجاته؟ كيف سيتعامل مع الآخرين؟ اللسان إذن فهو نعمة. واللسان كما ذكرت سريع الحركة، يمكن له أن يعمل 24 ساعة دون تعب. والعبد لا يتوقف عن الكلام إلا في حالتين: عند الاحتضار إذا تكشف عن عالم الغيب ورأى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وملك الموت، وعندما يختم على فمه لتتكلم أركانه. هذا اللسان الشيخ رضا، هذا اللسان رغم صغره ورغم أنه ليس بالأمر، ربما يكون كأنه خفي، ولكنه خطير جدا، وربما أغلب الذنوب والكبائر الخطيرة تأتي منه. تفضل الشيخ رضا. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم،
وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيك سي خليفة، فتقديم الموجز والثري، وفي نفس الوقت أنا زاد كيف كيف مش ناخذ تقديم عام، مش ناخذ تقديم عام ونخلي المسألة أكثر تفصيل سي شادلي وسي خليفة، وقد يعني أفصل معكم بالمستطاع. طيب، الله سبحانه وتعالى كما ذكرت سي خليفة فما كلام يعني هكا يتفهم، كلام حنين هكا ويدخل القلوب ويدخل العقول بسرعة، وما فيش يعني كما نقولوا هكا حاجة يعني علمية كبيرة تسبب يعني تعب الذهن. مش نحكيه بالموضوعنا بكل يعني ببساطة وكل يعني وضوح مع المستمع حتى يعني يتفاعل معنا ويسمعنا، يعني ما فيش مشقة في سمعنا بحول الله، في نفع وفي فايدة كبيرة به. ولا نزكي على الله أحد، لا نزكي أنفسنا، يعني نجتهد ورب إن شاء الله يوفقنا نحن نجتهد يعني بما أتانا الله. الحديث عن اللسان أو يعني حفظ اللسان أو آفات اللسان هذه عناصر، لكن من الأول كي نبدأ نقول أن المولى سبحانه وتعالى بحكمته أن أعطانا للبشر يعني للإنسان أعطانا طاقة الكلام، وأعطانا نعمة الكلام والخطاب، نعمة التواصل مع الغير بكيفية أو بصفة أو بدرجة عالية جدا. قد يتواصل حيوانات مع بعض، لكن بعيد تواصل الإنسان مع إنسان بعيد على تواصل الحيوانات مع بعض. ولذا الله سبحانه وتعالى لما أعطانا اللسان كان فما معنى كبير وكبير جدا للطاقات الموجودة في الإنسان. كيفاش؟ أنا مش مفصل شوي. المولى سبحانه وتعالى أعطانا مؤهلات، أعلى المؤهلات وأعلى المكونات في الإنسان هو العقل. لما ربي سبحانه أعطانا عقل، عقل كامل، والعقل مش الدماغ، دماغ موجود حتى في الحيوانات، لكن العقل هو ملكة ذهنية، ذي التعريف متاعها ملكة ذهنية، يعني يكون بها التكليف، يكون بها التكليف. فالعقل اللي ربي سبحانه أعطاه لنا اللي هو معناها به كان التكليف، واللي به كان يعني معرفة الوجود، واللي به ربي سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، واللي به ربي سبحانه وتعالى جعل هذا الوجود يعني مسؤولية الإنسان في الاستخلاف، واللي به كيف بالعقل جعل الإنسان مبدع. ما ينجمش يكون إنسان مبدع إلا بالعقل. ولذا يعني إبداع الإنسان إذا كان معناها كان مش موجود، إذا غاب الإبداع أروا لا معنى الإنسانية الإنسان. يلزم يكون فما إبداع ويلزم يكون فما تطوير. الإبداع والتطوير هو اللي يتسمى الاستخلاف. فما إبداع وتطوير، فما استخلاف الإنسان في الأرض. به نرجع تولى الربط بين العقل واللسان. لما المولى سبحانه وتعالى أعطانا هذه الطاقة، هذه البذرة المباركة اللي هي العقل، ربي أعطانا البذرة المباركة هذه للإنسان فقط، ملائكة الجان لا 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 نثبت لهم عقول ولا ننفي لهم عقول، الله أعلم ما يعنيناش، اللي يعنينا نحن الإنسان المستخلف أكا، غير الإنسان فمش كائن آخر مستخلف. المولى سبحانه وتعالى لما أعطانا العقل، العقل يفكر، العقل ينتج، العقل يدبر. ايه التدبير والتفكير اللي ينتج العقل. اذا ما فماش أداة تعبر عن التدبير وتعبر عن التفكير وتعبر عن الانتاج، راه يولي العقل ما عادش عنده حتى قيمه، ما عادش عنده حتى قيمه العقل. علاش ما عادش عنده حتى قيمه؟ لانه ما فماش أداة مش توصل الفكره، مش نوصل الفكره يعني بالهمز واللمز والاشاره، ما توصلش الاشاره. فربي سبحانه وتعالى الحبال الصوتية اللي عند الإنسان مميزة، واللسان والشفتين اللي عند الإنسان مميزة، وتركيبة الجسم اللي هي عند الإنسان مميزة، اللي بها كان الاستخلاف. ما يمكنش يكون حيوان أو أي كان آخر
مستخلف غير الإنسان. الـ 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 الأدوات اللي يملك اللي يملكها الإنسان اللي هي معناها العقل كما ذكرت، والعاطفة اللي خاصة بالإنسان، وتميزه بالجسم الدقيق، الجسم اللي عند الإنسان، والثالثة أو الرابعة هي الروح اللي في الإنسان، اللي هي يعني خاصية فيه، أن روح الإنسان من روح الله، ما هيش روح الحياة كما عند الحيوانات. ربي سبحانه وتعالى يقول فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم. روح الإنسان هي من روح الله. كيفاه؟ هي المسألة غيبية، مسألة غيبية ما تعنيناش اللي هنا في تفصيلها، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الخصائص اللي عند الإنسان هذه، الجسم السوي السليم المميز اللي يقوم به بأعمال لا يستطيعها غير الإنسان، مسك القلم والكتابة بالقلم وغيرها، هذيك اللي نكتب عليه يعني الحاسوب وغيره، ما ينجم يفعله إلا الإنسان. هذه المميزات اللي في الإنسان هي اللي خلته مستخلف. من أهم المميزات في جسمه هو اللسان، اللسان اللي وجوبا أن ربي سبحانه وتعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لما كان عنده عينين وكان لسان وشفتين جاءت الهداية وهديناه النجدين. جاءت الهداية، الهداية صحيح تكون بالوحي، والهداية ما تكون بالوحي إلا ما يكون في الإنسان عقل يفهم الوحي، لأن الوحي بدون عقل لا معنى له، ما عنده حتى معنى الوحي بدون عقل. فلما كان فما عقل كان فما معنى لفهم الوحي، وفهمنا الوحي بعقولنا. شنو المطلوب منا؟ أن نبلغ لغير الفاهم. باش مش تبلغ لغير الفاهم؟ باش مش تعمل برنامج تلفزي؟ باش مش تعمل برنامج إذاعي؟ باش مش تعمل يعني تقري تلامذتك؟ باش مش تتواصل يعني مع أوليداتك؟ باش تربي؟ باش بالعقل واللسان. العقل ينتج الفكرة، واللسان هو اللي يعني يبين ويشرح. نقول اللغة، والعرب يعني اشتهروا ببلاغتهم وبيانهم وبلغتهم ولسانهم الفصيح، ولذا كان اللسان له الدور الهام والدور العظيم جدا في أولا في بيان قواعد الشريعة وأصول الدين، وبيان ما يجب أن يكون عليه المسلم من ما يحفظ دينه بلسانه، وقبل لسانه بعقله وبالوحي. نحن في العناصر اللي عنا توا تاخذها انت تخليف وتاخذها الشادلي، عنا عناصر ستتوالى يعني آفات اللسان او حفظ اللسان الى غير ذلك. انا بسرعه مش نذكر مجرد الـ 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 الآفات، ذكر يعني عبور. نعم. من الآفات الكبرى اللي يخشى منها يعني على الصائم، الآفة الأولى هي الشرك بالله، وهذا بطبيعة الحال يعني مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمجرد التلفظ بألفاظ الشرك يعني هو من الموبقات في الدين. الآفة الثانية هي القول على الله بغير علم، واحد يقول كذا يعني يتألى على الله، وهذا بطبيعة الحال من الموبقات ومن المهلكات. الغيبة الثالثة، الغيبة هي شر مستطير، وهذا مش يجينا التفصيل، أنا أذكر العناوين أو أذكر نعم. الأسماء فقط. كذلك الكذب، الكذب وهذا اللي يتهاون به كثير من الناس، وهذا اللي يخوف برشا، وخاصة نقولها أنا لتلامذتي ردوا بالكم للصغار وللشباب، أراو يتهاون برشا بالكذب، وعنا كل حاجة كلمة كذبة بيضة وندرش، هذا تو يفصلون السجاد والسخليفة. كذلك الكلام بالباطل والسكوت على الحق، تشوف أنت حاجة باطل إذا بتقول لا راهي باطل، حاجة يعني حق ما تسكتش، تراها اللي حق ووجوب أن تتكلم فيها، يزمك تتكلم فيها وأنت مسؤول عنها. كذلك من الآفات شهادة الزور، أسأل الله. كذلك من الآفات قذف المحصنات، نحن نقول أبوه كذا وأمه كذا، وخاصة في الأمهات ولا في الأخوات، وهذا يعني من الشر المستطير. الآفة الأخيرة العاشرة هي اللعن، وهذا سمحوني يا سخليفة أنا ذكرت مجرد ذكر، لأن الحصة تحتاج إلى تفصيل. نعم. تحتاج إلى تفصيل، وهذا مش نجيو التفصيل، وهذا علاش انا ذكرت العناوين هذه، باش اللي يسمعني ينتظر التفصيل. راه فما نعم. تفصيل في هذه الافات، رانا يلزمنا ننفصلوها ونحكي فيها ونقولوها. هاني عملت مقدمه توا، فضل السخليفه وتوكل على الله انت وسي الشادلي في التفصيل، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك الشيخ رضا على هذه التدخل الهام والواضح فيما يتعلق باللسان. بطبيعة الحال كيف ما ذكر الشيخ رضا طوى تأثير اللسان أكثر خطرا من تأثير حتى السلاح. يقولوا اللسان يأثر أكثر من تأثير السلاح. قد يسيء الإنسان إلى غيره بلسانه أكثر من الإساءة باليد وبالفعل. وخطر اللسان في العلاقات بين الناس وفي الفتك بالأشخاص بل بالمجتمعات أكثر من الفتك بأعظم سلاح متطور طوى، خاصة ما نراه في هذه الكلمات، كلمة ربما تشتت أمر أسرة. ولأن تأثير السلاح وما يحدثه من جراح ربما تداوى ويذهب أثرها، ولكن اللسان والكلمة تبقى جارحة كما قال أو كما قال بعضهم: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. من المخاطر أو من الأفات الخطيرة جدا التي قد تنتج عن اللسان وهي كثيرة جدا، منها كان ذكرها توا الشيخ رضا من هذه الأفات. الشيخ الشادلي الأفات الخطيرة شهادة الزور، شهادة الزور الذي ربما توا الأمر استفحل شوية حتى أنه قيل فما ناس شهاد زور يبدو موجودين في المقاهي ويستناو شكون يجي معناها باش يخدمه وباش يمشي يعطيه النص ويعطيه كذا ويمشي يشهد بالباطل. تفضل الشيخ الشادلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بالأخوة المستمعين حياة فهم. قلت تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شيخ رضا وشيخ خليفة قدم عن موضوع هام جدا وهو من آفات اللسان، وندخل نلمس بعض الآفات وحتى نبين ما علاقتها بالصيام أولا ثم نهي الشرع الحكيم عنها. من هذه الآفات هي شهادة الزور، وشهادة الزور هي تعريفها: الزور هو الشيء الذي جمل وحسن وانحرف عن أصله بشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والنص القرآني قد نبهنا عن ذلك، عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح أن إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والمولى سبحانه وتعالى نبهنا سواء في القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآفة وهي شهادة الزور. مدح رب العزة جل وعلا المؤمنين بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الشهادة. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذا ما نتلمسه الآن في علاقتنا بمسألة الصيام. وإحنا ذكرنا في حصص سابقة ما يذهب بأجر الصائم، من هنا الإنسان مش يبدأ ينقص في الصيام متاعه في أجر الصيام حتى أنه يذهب بأجر صومه كله فلا يبقى له من أجر صومه شيئا. يعني الصيام متاعه كما ذكرنا في حصة سابقة لكأنه صيام شكلي، صام فقط عن الأكل والشرب فقط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخطر الأحاديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ احنا عندنا الذنوب تنقسم إلى
أقسام أدناها اللمام أو الصغائر، ثم أعلى منها درجة الكبائر، ثم أكبر الكبائر اللي هي أعلى درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الحديث ثلاثا، يعني ينبه لهنا صحة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وهذا متفق حوله، لا مراء في ذلك. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان جالسا أو جلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شوف التربية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، باش يحب ينبه الصحابة السامعين ثم من بعده المتلقي بصفة عامة حتى ينتبه إلى هذه الكبيرة العظيمة. الصحابة قالوا في أنفسهم: رأي المعلومة وصلت لنا، ماذا بينا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اسكت لك أننا لم نسأله، ماذا بينا حقنا ما يعني لهنا المعلومة رأي وصلت. فشهادة الزوري التي تقلب الحق والتي تهضم حقوق الناس هي ليست كبيرة فقط بل من أكبر الكبائر. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. يعني لهنا كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. عن أبي أمامة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهادة الزور وهي موجبة من موجبات النار. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة والعياذ بالله. قال: وإن كان شيئا يسير حتى لو كان حجة صحيحة. قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني حتى ولو عود أراك. فما بالك بدي سخريفة اللي قاعدين يستغلوا في الناس ويستعملوا في المسألة هذه، يستعملوا فيها كحرفة وإلا مهنة، وأصبحت شهادة الزور يعني تباع وتشترى بين الناس. كذلك عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من كتاب الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فرب العزة جل وعلا حرم شهادة الزور لكونها سببا لإبطال الحق، يعني الحق هنا تطمسه وتخفيه، كذلك هي سببا لكل حق تخفيه. ويترتب على شهادة الزور أضرار لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، فبسببها تزهق النفوس وينتصر الظالم على المظلوم. يعني لهنا هو ظالم والمظلوم ذاك حقه قدامه، والآخر يمشي يجيب شاهد زور ويرشيه حتى يعني يخفي هذا الحق وينتصر الظالم على المظلوم. تهدر حقوق الناس سواء كانت حقوق مادية ولا حقوق معنوية، سخريف تؤكل أموال الناس بالباطل، تستباح حقوق الناس. يترتب عن ذلك أن الإنسان يخفى أو يخفي الحق متاعه، حقه واضح، لكن حتى القاضي لهنا باش يحكم بالشاهد، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان قاضيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها والعياذ بالله. شوف تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي ما أكثرش، يعني نعم، يعني بهيبته صلى الله عليه وسلم ومكانته ممكن واحد يكون ألحن. ما معنى ألحن؟ يعني يكون صاحب قول معسول ويكون هو ظالم. فربما النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو السلطة القضائية لهنا يبين، ربما
يحكم بظهر النص مش حكم مش هكذا. نعم. باهي والظالم هذا يجيبه معاه يجيبه معه شهود وربما شهود زور فيحكم له يحكم له القاضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. هذا طبيعة الحال يعني ما يمتهنه كثير من الناس في أنهم يميلون عن الحق إلى الباطل وأصبحوا يشهدون الزور والله سبحانه وتعالى قد حرمنا قد حرم علينا ونبهنا من هذه الشهادة. الناس لعل البعض فيهم يقولك أنا نحشم والله قريب يدي أنا ممكن نستحي ونحشم ونخاف وربما يميل البعض حتى إلى الارتشاء. ثم بعض ولات عندهم مهنة تحبش الشهادة بكذا كذا كذا من فلوس تحبش الشهادة وبكذا كذا يعني يطمس الحقيقة ويظهر الـ 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 الباطلة ويخفي الحق يعني الحق يظل باين يعني متاعي هذيك هذيك راهي متاعي لكن أنا ما نملكش الحجة والدليل ربما اللي يلزم القاضي باش يقضي بيننا فيميل إلى هذا الـ الأمر بشهادة كاذبة مزورة فتكون النتيجة والعياذ بالله أن يغمس صاحبها في النار. بارك الله فيك الشيخ الشيرلي. إن شاء الله توا مش ناخذ فاصل وسنعود إليكم أيها الإخوة المستمعون. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المستمعون مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة المتعلقة بحفظ اللسان وخاصة في هذا الشهر العظيم. كان الشيخ الشادلي حدثكم عن شهادة الزور وبطبيعة الحال وهي من أخطر الذنوب ومن أكبر الكبائر تدخل في الكبائر التي خطيرة جدا وبطبيعة الحال كيف ما قلنا اللي هي فيها تشتمل على تعمد الكذب وفيها إخبار بالشيء بخلاف حقيقته يعني فيها تزوير وأيضا الإضرار بالغير وإعطاء الخصم الظالم ما لا يستحق وهذا كله من أقبح الأخلاق وأرض الصفات. فليست هذه الآفة فقط الآفات كثيرة آفة اللسان منها اللغو لغو الحديث واللي هذا منتشر بكثرة. فمعنا الشيخ رضوان عطوش اللي هو إمام خطيب بجامعة فاطمة الزهراء بالبورجي. الشيخ رضوان مرحبا بك. مرحبا بك شيخ خليفة. الشيخ رضوان لو تحدث المستمعين عن اللغو وهو آفة من آفات اللسان. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. رحبوا بمشايخنا ورحبوا بالمستمعين في إذاعة الحياة فام في القيروان العظيمة قيروان الإسلام وقيروان الدين اللي إن شاء الله في مستقبل الأيام ترجع لها مكانتها ويرجع لها إشعاعها على كل المسلمين. اللسان من أخطر ما من أخطر الأمور على المسلم ولذلك قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه عن سيدنا أبي موسى الأشعري قال أنه رسول عليه الصلاة والسلام قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هو أفضل المسلمين. لما رسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تحبوش نبلغكم أفضل المسلمين قال لهم من سلم المسلمون من لسانه ويده هو أفضل المسلمين. كذلك في حديث آخر متفق عليه قال رسول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني الإنسان اللي يتحكم في لسانه وينتهي عن اللغو وينتهي عن شهادة الزور كما كان حدثنا يعني كما شفنا في دروس سابقة لأنه الإنسان لما ما يتحكمش في لسانه يمكن يشهد شهادة الزور ويمكن يدخل في اللغو المنهي عنه. رسول عليه الصلاة والسلام قال اللي يضمن لسانه اللي يضمن لي من يتحكم في لسانه وفي ما بين رجليه يعني فرجه ويحفظ الفرج متاعه يضمن الجنة بإذن الله.
الله. هذا اللسان هو خطير لأنه بالكلمة اللي هي يعني هي الوسيلة اللي تصدر على اللسان الإنسان يمكن أن يهوي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح إلى درجات ودركات في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يروي سيدنا أبو هريرة رواه البخاري قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفع بها درجات. وإن العبد يعني الشق المخالف يعني المفهوم المخالف اللي في نفس الحديث قال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. في حديث آخر قال يهوي بها 70 خريفا يعني ليبين شدة هوي الإنسان في جهنم بهذا اللسان. كذلك سلفنا وانطلاقا من القرآن الكريم لأنهم اهتموا وتدبروا وكانوا يعيشون بالقرآن تكلموا عن هذا ووصفوا خطورة اللغو وخطورة انطلاق اللسان على هواه. سيدنا علي يقول فيما يروى عنه بكثرة الصمت تكون الهيبة. الهيبة الآن ما عادش موجودة. الهيبة اللي في التعليم ما عادش نلقاوها. الهيبة اللي في المسؤولين ما عادش نلقاوها. لماذا؟ لأن الكل يتكلم دون ضابط والكل يتكلمون فذهبت الهيبة ونقصت كثيرا في وقتنا الحالي. لذلك سيدنا علي أكد على نعمة الصمت وأن الإنسان يتحكم في لسانه حتى تكون له هيبة كما كانت لمشايخنا في السابق. يعني الإنسان يرعش باش يوصل يكلم الشيخ يعني يفكر مرارا ومرارا. الآن نجد أنه الناس تتطاول على المشايخ والناس تتطاول على المسؤولين لقلة الهيبة. كذلك سيدنا لقمان بين لابنه كما يروى عنه قال له إذا افتخرت فافتخر بحسن صمتك. يقول اللسان كل صباح للأعضاء كيف أنتن أش يقول الأعضاء؟ يقول سيدنا لقمان بخير إن تركتنا يعني إن تركنا اللسان تبقى جميع الأعضاء في خير. كذلك سيدنا أبو بكر عظيم الأمة وخليفة رسول عليه الصلاة والسلام وحبيبه وحبيبنا كان كما يروى عنه دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب فوجده يضع حصاة في فمه يمنع بها نفسه من الكلام. فلما سئل أعليش تعمل هذا قال كان يشير اللسان ويقول هذا الذي أوردني المهالك. يعني كان يتخذ بعض الوسائل ليتحكم في لسانه لعلمهم ولدرايتهم بخطورة هذا اللسان. وهذا استنادا أكيد القرآن الكريم اللي في الآية العظيمة اللي تفسر بتفاسير كثيرة مش ناخذ منها تفسير الجزء منها الآية اللي تقول وأن المسلمين وعباد الرحمن في سورة الفرقان الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. ومصيبتنا احنا في وقتنا الحالي أننا يصعب أن ننتهي عن اللغو ونجد اللغو في كل مكان ولذلك الرجوع للقرآن يمنعنا بإذن الله ويبعدنا عن هذا اللغو. الآية هذه فسرت يعني العبارة هذه الذين لا يشهدون الزور فسرت تفسير كثيرة. وإمام ابن تيمية يقول أنه التنوع هنا يعني تفسير كثيرة للتنوع مش للتضاد يعني هو تفسير محمود يعني هناك من فسرها تفسير تكمل بعضها بعض كان يذكر يعني هي شهادة الزور وفمش كن فسرها أنها الاتباع من ليس على ملتنا تفاسير كثيرة. التفسير اللي ذكروه المفسرين أنها إنه الإنسان ينتهي الذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون مجالس اللغو هي الآن قلنا كثيرة في المقاهي في القنوات التلفزية الكثيرة في الإذاعة يعني هناك مجالس لغو كثيرة لا يحضرونها يعني لا يحضرونها ولا يشاركون فيها نعم. ويحاول الإنسان أن ينتهي عنها لأنه علاش هم المفسرين قالوا هذا استنادا لحديث عظيم لرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه أن المسلم كأنه سيتعامل مع نافخ الكير أو بائع العطر
سيتأثر به. إذا تعامل مع نافخ الكير يا إما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري عن سيدنا أبي موسى يقول أنه نافخ الكير يا إما يحرق الثوب متاعه أو يلوثه حتى أن شيء يلوثه بالسواد أو تبتاعه منه وحامل المسك أو بائع المسك حاجتي يا إما مش تشري من عنده وإلا يصلك عطره. كذلك المجالس اللغو والمجالس بصفة عامة حاجتين يا إما مش تعطر لك الحياة متاعك بتدبر أو ذكر أو بدرجة ترفعك عند المولى عز وجل أو يهوي بك الكلمات اللي أنت مش تنطقها أو الكلمات اللي مش تشارك فيها تهوي بك دركات في جهنم والعياذ بالله. ولهذا سيدنا ابن كثير في تفسير الآية اللي قلناها قال أنه الأظهر أنه لا يشهدون الزور هما لا يشهدون مجالس اللغو لأنه الآية بعد أش تقول وإذا مروا باللغو قال سيدنا ابن كثير أنه السياق يدل على هذا بعد قال وإذا مروا باللغو مروا كرامة يعني ذكر أنه هنا سيدنا ابن كثير ذهب إلى أن هنا القرآن يذكر مجالس اللغو اللي قلنا هي منتشرة كثيرا في وقتنا الحالي. ولهذا المفسرين وعلماءنا بيّنوا فلسفة الإسلام في هذا لأنه من أفضل الأمور اللي تتوصل الدين للناس هو أننا نعرف مقصد الإسلام كما سيدنا ابن عاشور اللي خدم كثيرا على المقاصد وعلى فلسفة الإسلام مقاصد الشريعة. الإسلام يقصد بنهينا هنا أنه يسد البيبان وقال لا يشهدون الزور يعني ما يخليش الإنسان يدخل في مجالس الزور كما في الخمر مثلا الخمر نهى شاربها وجالسها علاش نهى الجالس رغم أنه لا يشارك لسد الذرائع أو سد الأبواب. كذلك هنا في اللغو يعني يسد الباب تماما لا يشهد يعني إذا كان ينجم الإنسان ويقدر ما يجلسش مجالس اللغو وينأى بنفسه لأنه كما نعلم مجالس اللغو شنية الفاكهة متاحة وشنية الحاجة اللي تتعمر بها الغيبة والنميمة والتكلم في أعراض الناس وغيرها من الأمور والسفاسف الأمور وإنه الإنسان تطيح الهيبة متاعه. ولذلك ديننا نهى في كذلك بنصوص القرآن سورة النساء في سورة النساء قال المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم لهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز في المعنى الآية هذه لما جاوه مجموعة يعني القصة هنا تبين المعنى الآية سيدنا عمر بن عبد العزيز جابوا له مجموعة من الناس بيقيم فيهم حد الخمر يعني للجلد. فواحد من الناس هذوما قالوا له الناس اللي جابوهم قالوا له راهم ما شربش معاهم ولكنه جلس معهم وهو صائم. اش قال سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ قالوا ما ابدوا به هو صائم يعني صائم ويجلس في مجلس الخمر لنبدا به يعني قام عليه الحد اولا. لماذا؟ لانه كان يعني وقرا لهم الايه هذه باش يبين المعنى قال لهم الم تسمعوا قول المولى عز وجل انكم اذا مثلهم يعني هو مثلهم لانه شارك في مثل هذا المجلس. بارك الله فيك الشيخ رضوان على هذه البيانات وهذا التوضيح. عندنا كذلك الشيخ الشادلي من افات اللسان وربما توا كثرت برشا الكذب او وغيرها من الاشياء من الافات هذه. اذا اليمين الغموس زاد ايضا وهذه تدخل نوع من الكذب والعياذ بالله خطير. الغموس نعم لها علاقه مباشره بشهادة الزور يعني لهنا الآفة هذه كبيرة برشا يعني هو اللي يبدأ يحلف ويقصد والمولى سبحانه وتعالى لهالا وحرم علينا اليمين الغمص به. نحب نأسس أنا
اش معنى هذه يمين الغموس؟ ثم ثلاثة أنواع من اليمين، ثم اليمين المنعقدة واليمين اللغو واليمين الغموس. اليمين اللغو هي اليمين اللي تجري على اللسان ومن غير ما يقصد، والله ما والله كل حاجه ما عملتها، والله يجري على لسانه ويقول لك لا والله والله كذا. ربي يقول لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم، ما غير قصد هنا، ولا وما فيهاش اليمين هذه ما فيهاش كفار ما فيها حد شيء. فما اليمين المنعقده وهذه اللي يقسم على حاجه في المستقبل، والله يا سي خليفة لما نعمل لك الحاجة الفلانية، والله لما الحاجة الفلانية ما نعملهاش. هنا يحب الواش اليمين هذه، اليمين هذه باش يأكد أمر أو ينفي أمر آخر. يعني لهنا أنا والله الحاجة الفلانية لما نعملها، وإلا الحاجة الفلانية ما نعملهاش، يعني القصد متاعه لهنا يحب يأكد عليه. طيب ممكن لكن نعملهاش هو النواة، والله يقول هذا من شريك الحاجة الفلانية وما عملهاش، هنا شوالي فيها الكفار. يقول تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. انظر كيف أن رب العزة جل وعلا أمرنا بحفظ اليمين، لكن الخطيرة سخريفة أنا هي سيدي هي الثالثة هي اليمين الغموس، وهو أن يحلف على أمر ماض كذبا عالما عامدا. يعني يحلف على الماضي رأى. يعني السيد هذا مش يقسم على أمر مضى، والله كل حاجة الفلانية راهي وقعت وهي ما وقعتش، والله كل حاجة الفلانية راهي ما وقعتش، وهذا أمر خطير. يعني هذا قال العلماء أنه يقرين شهادة الزور باليمين الكاذبة. ولماذا سميت باليمين الغموس؟ لأنها والعياذ بالله تغمس صاحبها في الإثم وفي المعصية وتغمسه كذلك تغمسه في النار. يعني حذرنا المولى سبحانه وتعالى منها. اليمين هذه هي يمين من أكبر الكبائر، وكذلك لأنها حذرنا منها الشرع الحكيم. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. يعني اليمين هذه هي يمين خطيرة لأنها تبطل حقا أو تحق باطلا. يعني معروفة لهنا في شهادة الزور وقت اللي بشي يشهد الشهادة باش يقسم بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لمنزلته جل وعلا لا يقسم إلا بذاته العلية أو بصفة من صفاته. هل يمكن ممكن من المعقول أنه مسلم باش يقسم بربي ولا بصفة من صفات المولى سبحانه وتعالى وهو عامد عالم وحشاكم يكذب والعياذ بالله، وهو زيد يكذب بس خليفة أكثر من ذلك باش يبطل أمر حق وإلا باش يحق أمر باطل. العلماء اختلفوا لهنا فيها كفارة ولا ما فيهاش. صحيح اليمين المنعقدة ذيك فيها كفارة، اليمين بتاع المستقبل احنا قلنا فيها كفارة، والله لما نعمل لك الحاجة الفلانية وبعد ما يعملهاش. لكن اليمين الغموس فيها كفارة وما فيهاش. اختلف العلماء وقال أبو حنيف ومالك وسفيان الثوري أن ما فيهاش كفارة لأنه من أمر الماضي، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني لهنا فيها استتابة، لابد أن يتوب، لابد من التوبة بتبعية الحالة. احنا ذكرنا التوبة في درس سابق نعم. أو في حصة سابقة، وفيها توبة من الله سبحانه وتعالى، فيها إرجاع المظالم إلى أهلها. سخريف هذه أكلية ما يجيش يقولك ولا برشا ناس سخريف هرام يستهينوا باليمين ويبدأ يحلف على مسألة وبعد يقولك استغفر الله العظيم، ما لا يستغفر الله العظيم، وإلا يحلف ويقولك إن شاء الله
هذه ان شاء الله في المستقبل. طيب والله لما نعمل لك الحاجه الفلانيه ان شاء الله هذه تحلل منها. لكن السيد هذا يحلف على الماضي وبعد يقول لك ان شاء الله فلا تحلل منه. يقول لك والله اكل الحاجه الفلانيه راهي وقت، بعد يقول لك ان شاء الله. هنا ثم تناقض وتضارب في يمينه من جهه وفي التحلل من يمينه ثانيه. لكن اذا كان احلف على حاجه ماضيه وهو عارف اولا ومتاكد ثانيا ويحب يطمس حقيقه ثالثا، طيب اي شنو اللي فيه؟ اولا فيها توبه ساعه. لكن اذا كان ابطل حقا او احق باطلا لابد ان فيها من استتابه. مثلا ما انا احلفت على حاجه ماضيه ضد سخليف وانا متاكد في قراره نفسي اللي انا هذه راني نكذب، اي شنو مش نعمل في الحاله هذه؟ مش نرجع ان التوبه فيما بينك وبين ربك اولا، لكن في حق العباد هذي اللي خذيت له ماله والا حق من حقوقه انت اجتزأت منه، شنو الحل؟ لابد ان كما ذكرت هذه النقطة بالباطل، فعليك ان تشهد وتصحح هذا الخطأ الذي ذكرته، يعني غيبت الحق واظهرت الباطل. فسخني بارك الله فيك. بطبيعة الحال اللي اليمين الغموس هي يمين خطيرة جدا، لان فيها حق اولا يتعلق بالله تعالى كما ذكرت، وهو انه استعمل اسم الله سبحانه وتعالى والله في قسم باطل في الكذب، وفيها تعدي على حقوق الناس كما نعرف وكما قلنا لابد مع التوبة أن يتحلل من هذه المظال ويرجع ترجع الحقوق إلى أصحابها بسبب هذه اليمين التي استعملها هذا الذي استعمل يمين الغموس. هناك في اليمين هذه هناك من يقسم بغير الله تعالى ورسم بابا ورسمي أنا جاني شيء جاني شاب مرة بعد صلاة الجمعة لها برشرية قال لي راهو بابا سألني على أمر. قلت له والله يا بابا راهو الأمر كذا. قال يقول لي لا إلا ما تقول لي وراسك. قال أنا أقول له والله هو يقول لي إلا ما تقول لي وراسك، يعني بالقسمة متاع ربي ما اقتنعش ما إلا كان قال له يحلف له براسه هذه ورحمة سيدي فلان ونمشي. يعني في كثير من الحالات سمحني تفضل سي رضوان. سي الرسول عليه الصلاة والسلام سمع سيدنا عمر يقسم بأبيه جاء من الخلف وقال له إذا أقسمت فلا تقسم من كان حالفا فليحلف إلا بالله. لماذا؟ لأنهم قبل كانوا يعظموا الآباء، كانوا يعني قسمهم بالآباء الأب في فبين لهم الإسلام أن التعظيم يكون أولا وأخيرا لله عز وجل. إلى جانب اليمين الغموس هذه وجانب كلها في الكذب تدخل كما ذكرنا. الكذب انتشر بكثرة توا ولا أكثر في الصغار وفي الكبار وطول ساعات صغير يجي مش تقول ولا تلميذ طول يحلف لك والله كذا وكذا وهو ساعات كذا أمر عادي. أمر عادي وإحنا نعرف من صفات المؤمن أنه لا يكذب. المؤمن لا يكذب لابد أن يكون صادقا. والرب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الذي لا يؤمن بآيات الله ذاك هو اللي يكذب، أما المؤمن فلا يكذب. ونعرف الحديث المشهور جدا والذي رواه البخاري ومسلم وأبو هو حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال العبد أو الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي يعني يحمل صاحبه يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. في حديث رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به مر على رجل مستلق لقفاه في النار شافه
وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، شرشر هكذا يعني يأخذ شدقه حتى للي يولي في قفاه يقلب، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب الآخر كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذا؟ قال إنه كان معه جبريل عليه السلام، إنه يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق، هذا من الكذابين والعياذ بالله. فإذا هالأشياء هذه، انظروا أيها الإخوة المستمعون كيف أن اللسان راه خطير جدا، أغلب المناكر أغلب الكبائر تأتي من اللسان، وكما ذكر الشيخ رضوان في حديثه قبل قال حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المسلمين من سلم الناس من لسانه ويده، فإذا سلم الناس من لسان الإنسان فهذاك هو مسلم، هذاك الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فوصلنا إلى ختام هذه الحلقة إن شاء الله، ولنا عودة في حلقة قادمة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، راجع بنا واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.